السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. اليوم الصعب من أصعب الأيام في مصر. شاب يقفز من أعلى برج القاهرة وينهي حياته بعد موت نيرة أشرف. أنهى شاب منذ قليل حياته بعد قفزه من أعلى برج القاهرة بمنطقة الجزيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهد محيط الحادث الواقعة المأساوية للشاب، ليبلغ المحيطين بالبرج مديرية أمن الجيزة بالواقعة المشار إليها. وفي التفاصيل، فقد قال العاملين ببرج القاهرة عن واقعة الانتحار أن الشاب قام بالذهاب لأعلى البرج ثم قفز فجأة ليسقط جثة هامدة على الفور مرتطما بالأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يتولاه برحمته ويصبر زويه، اللهم أمين.